أعزائي المعلمين، النهاردة معادنا مع درس من دروس الإكسل الخاص بالمعلمين. عاوزين النهاردة نعمل كويز. كويز يعني مجموعة من الأسئلة، والأسئلة بتاعتنا النهاردة هتكون أسئلة اختيار من متعدد. هنصمم الشكل زي ما انتوا شايفين، هنكتب العنوان والأسئلة 1 2 3 4 والاختيارات، وطبعا هنا هيظهر التقديرات والدرجات، والدرجة هتظهر هنا، الاسم بتاع الطالب، تقديره والنسبة المئوية. نبدأ نشوف ازاي هنصمم الاختبار ده. نمرة 1، بعد ما كتبنا الأسئلة، نص السؤال والأسئلة، يجي دور الاختيار. أعمل اختيارات إزاي؟ أعمل كليك على الخلية وهروح لحاجة اسمها داتا، ومن داتا هدخل على داتا فاليديشن وأختار من القائمة دي حاجة اسمها ليست، وأروح على السهم ده وأختار الإجابات. طبعا أنا كتبت الإجابات قبل كده، وأول حاجة كتبتها كلمة شوازي يعني اختار، علشان ده دي هتكون الكلمة الافتراضية اللي موجودة عندي في الاختيارات. بعد كده بروح جاي بعد ما اخترت، طبعا راح ضغط على السهم واقول له اوكي. كده يبقى انا عندي الاختيارات. لو انا اخترت الاجابة الصحيحة، طبعا الاجابة الصحيحة هنا نعرفها مسبقا كلمة تياتر، هيظهر لي الاتي: كلمة فري يعني صح، وعلامة صح ورقم 1، والتعبير الضاحك ده. عملت الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف حاجة حاجة. فري، كلمة فري باللغة الفرنسية معناها صحيح. ممكن استبدلها بكلمة جيد، صحيح، او اي كلمة انا عايزها. المعادلة هتبقى باستخدام اف، فانا الاول كتبت يساوي وبعدين اف اتش 17. فين اتش 17؟ ايوه اللي هي دي. انا بقول له اذا كانت الخلية اتش 17 بتساوي كلمة شوازي اللي هي الكلمة الافتراضية اللي احنا عرفناها، فما تحطليش حاجة، مش عاوز اي رد فعل او اي درجات. طيب، وبعدين اديته شرط تاني، قلت له اف اتش 17، ايوه، واخترت الاجابة الصح كتبتها هنا، اذا كانت اف 17 فيها الكلمة دي على طول اديله فري يعني صح. طب لو متوفرش الشرط ده، على طول اديله فو يعني خطأ. يبقى انا كده كتبت او اديت رد فعل للاجابة الصحيحة بكلمة فري يعني صح. نيجي لعلامة صح ورقم 1. اولا رقم 1 جه ازاي؟ برضو استخدمت اف، قلت اف اي اللي هي دي اي 17، اذا كانت اي 17 وبرضو انا سبت الاتنين دول فاضيين علشان ما يكتب ليش حاجة لو انا ما اخترتش اي اجابة، فانا قلت له هنا بقى الشرط اللي انا عايزه، اف اي 17 بتساوي كلمة فري، يبقى على طول هياخد درجة. طب اذا ما توفرش الشرط يبقى هياخد صفر، يبقى انا بالتالي اديت له درجة. طيب علامة الصح دي جت ازاي؟ علامة الصح اولا بتيجي من حاجة اسمها conditional formatting، وعندي حاجة اسمها
icon sets. هختار الايكون دي علشان يديني علامة صح او علامة خطأ، واقول له new role واختار icon sets. هكتب في المكان ده الدرجة اللي لو حصلت عليها هيظهر لي الشكل اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو صح، وهكتب هنا الدرجة الأقل اللي لو حصلت عليها هيديني علامة خطأ، وعلى طول أروح جاي عامل أوكي هيطلع لي الشكل اللي انتوا شفتوا دلوقتي. نيجي للعلامة دي، إزاي أظهر الوجه ده سواء الوجه الباسم للإجابة الصح أو الوجه العابس للإجابة الخطأ. أظلل مجموعة الخلايا دي وكليك يمين فورمات سيلز وأقول له فونت. فونت هختار حاجة اسمها ايه؟ ايوه هختار الرمز ده اللي هو بدوره هيديلي مجموعة رموز كتير هختار منها حسب طريقة معينة هنتعرف عليها دلوقتي. يبقى انا اخترت هنا هقول له اوكي. طيب فاضل عندي الايقونات او الوجوه التعبيرية او الرموز كتيرة، ازاي اختار منها الوجه العابس او المبتسم. هستخدم برضو قاعدة F، بقول له F H 17 اللي هي دي فيها كلمة شوازي ما تديليش اي رد فعل، لكن اذا H 17 هيكون فيها الاجابة الصحيحة اللي هي كلمة تياتر اكتب الرمز G. الرمز G هنا هو رمز للوجه الضاحك. طيب لو ما توفرش الإجابة الصحيحة يبقى اديني L، L هنا هي رمز الوجه الغاضب. يبقى كده أنا عرفت إزاي أجيب الاختيارات عن طريق Data Validation، واتعلمت إزاي أستخدم قاعدة F علشان أحصل على الإجابة فري يعني صح أو خطأ، وعرفت إزاي أجيب علامة الإكس والدرجة. بعد ما عملت الكلام ده كله هيجي دور التقييم النهائي. أنا هكتب هنا الدرجة وهنا التقدير. الدرجة هتكون هنا، أجيبها إزاي؟ هستخدم قاعدة سم، هكتب يساوي وبعدين سم وافتح قوس واكتب جي 17. جي 17 اللي هي اللي هيظهر فيها الدرجة إلى جي 20 وأضغط على انتر هيديني الدرجة. يعني لو أنا اخترت الإجابة الصح هنا تياتر، الإجابة الصح هنا دوموند أمباسون، والإجابة الصح هنا والإجابة الصح هنا، كده الإجابة كلها 4 من 4. هكتب يا علشان قبل الاسم بتاع الطالب. اسم الطالب يجي منين؟ اسم الطالب مكتوب هنا. طيب إيه اللي يجيبه هنا؟ بكتب يساوي وبعدين بروح جاي ضاغط على الخلية دي وانتر، ينقل لي مباشرة الاسم اللي موجود في الخلية H2 هينقلها لي في الخلية D21. طب ممتاز و100% جت ازاي؟ هننتقل للورقة رقم 2، بس قبل ما ننتقل للورقة رقم 2 هقول حاجة مهمة. رقم 4 ده جه منين؟ رقم 4 ده هو الدرجة اللي حصل عليها الطالب، نقلتها هنا عشان تسهل لي
عمل المعادلة في الصفحة التالية. نتذكر بس الأربعة دي موجودة فين؟ موجودة في N21. الورقة التانية، الورقة التانية بتحتوي على الآتي: أولا دي الدرجة اللي حصل عليها الطالب، نقلتها بنفس الطريقة، عملت يساوي ورحت للورقة الأولى وضغطت هنا وبعدين انتر، اتنقلت على طول للصفحة اللي انتوا شايفينها، ورقة 2. طب ممتاز، انا عاوز اقيم الدرجة بممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، مقبول، مقصر. بكتب المعادلة باستخدام قاعدة F، بقول F I 14، I 4، I 4 فين؟ I 4. إذا كانت I 4 ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش أي أرقام، فما تظهر ليش أي رد فعل. لكن إذا كان F 14، F 4 قصدي، إذا كان F I 4، I 4 على H 4، فين H 4؟ اهي. طيب لاحظ ان انا ثبت H 4 علشان هو ده الرقم التوتال او المجموع النهائي اللي انا هقيم من خلاله درجة الطالب اللي حصل عليها. فانا هنا بقول F I 4 على H 4 اكبر من او يساوي 90%، يبقى الطالب هيحصل على ممتاز. I 4 على H 4 اكبر من او يساوي 80%، يبقى هيحصل على جيد جدا. I 4 على H 4 بتساوي 70%، يبقى هيحصل على جيد، وهكذا متوسط ومقبول ومقصر. كده يبقى أنا حسبت التقدير. نيجي للنسبة، النسبة حسبها إزاي؟ قلت I 4 اللي هي دي على H 4 اللي هو المجموع الكلي، يطلع لنا الدرجة 100%. طيب جبت ممتاز إزاي هنا ومية في المية إزاي؟ بنفس الأسلوب، بكتب يساوي وبروح للورقة واضغط وانتر، على طول تتنقل معايا، وبالتالي هنا اتنقلت معايا التقدير والنسبة. كده يبقى احنا قلنا ازاي بنعمل كويز او اسئلة متعددة الاختيار في برنامج الاكسل 2016 او اي اصدار اخر قبل 2016. ممكن انشر الكلام ده على موقع مايكروسوفت، ومن خلال الموقع اعمل مشاركة للملف وانشر الكلام ده على الموقع، زي ما هتشوفوا ان شاء الله لما انشر الكلام ده على الموقع بتاعنا جمالعسكر.com. ألقاكم إن شاء الله في حصة قادمة في اللغة الفرنسية أو إكسل أو أي شيء يخص تكنولوجيا عرض المعلومات إن شاء الله. السلام.